السلام عليكم ورحمة الله. الدرس ده درس توضيحي كيفية رسم 3D CAD ميكانيكال درونجز في بلندر عن طريق النيتف تولز بدون استخدام أي اكسترنال بلجنز. ده كده عبارة عن اللي موجود على اليمين، الشاشة على اليمين ده هو الرسمة اللي هيكون بشرحها وتوضيح ازاي نرسمها في بلندر. طبعا ما فيش أي أبعاد، هنعتبر هنتخيل الأبعاد من عندنا، نقول مثلا وليكن القطر ده 20 سنتي والمثل اللي عليه الإصغر. هنبدأ من الأعلى إلى الأسفل. خلينا نبدأ مباشرة، نفعل السكرين كاست كيز، توكل على الله. أولا هقول إن في هنا كده سيركل، هضيف سيركل، هزود الأعداد فيرتكس وهنشرح ليه بعدين. هنقول إن السيركل وليكن يعني 40 أو 45، اتناشر في أربعة. طيب والقطر وليكن 0.5، شيفت سي، الكورسر هيكون في السنتر. هنجرب اول تجربة بالسبين، سيلكت اول، الت اي سبين. احنا عايزين الفيرتكس او الانجل تكون 180، الساب ده يعني الشكل ده مش كامل عشان الفيرتكس المفروض تكون على نفس الاستقامة. هنضغط الت زد، select all G في الزد. طيب خلينا نجرب مرة تانية، Alt E بالسبن و180، وطبعا هنزود السيجمنت شوية. طيب مبدئيا تمام الشكل مناسب، ولكن هنضغط Alt S بحيث يكون هكذا. طيب خلينا نستغل الميرور موديفاير دلوقتي، نستغل المير موديفاير قد ما نقدر. فاحنا ممكن الجزء ده كده مش محتاجينه، هنقول ان الشيفت اس كور سيلكتد و سيت اوريجين تو 3 دي كورسر. ميرور سكيل زد 0، اكس ترو سكيل 1.1، 1.2، اكسترود زد وليكن 0.4، اكسترود سكيل 0.7، ثم اكسترود في الزد واكسترود مرة أخرى واكسترود. بعد ذلك في اسطوانة سلندر، مبدئيا ممكن نختار بعض الفيزز هنا كده، نفعل الكليبنج، نختار وليكن من اليسار 3 ومن اليمين 3، نفس الوضع ده كده، اكسترود في الاكس وديليت للفيزز. كده تقريبا انتهينا من جزء كبير، ولكن باقي اننا نضيف، هنضيف مبدئيا سب دايمن سيرفيس و اللي يهمنا خلينا نشوف هنا الكليبنج تمام كلام سليم. البيز بالنسبة لي، البيز هضيف سلندر او سيركل، الفيسز هنا 1 2 3 4 رايمين 4 يسار. تمانية في خمسة، تمانية في ستة، تمانية في ستة، 48 تقريبا،
8 في 9 هلغي دلوقتي الكليبنج مرة وجي في الاكس وافعل كليبنج وجي في الاكس بحيث ما يحصلش اي لخبطة. select all scale shift c selection to cursor extrude في ال z extrude scale shift z و extrude في ال z طيب بالنسبة للسيركلز احنا في عندنا ميرور موديفاير فاحنا ممكن طيب هيكون فينا لوك كات مبدئيا تحدد الايدج في لوك كات بعدها للسيركل ويكون في بالنا ان يكون هنا دي مربعات فاحنا عندنا كام فيس 72 زي ما موجود حاليا اللي انا بستخدم الطريقه ديت ما بستخدمش البوليان عشان لو هنطبع 3D طيب عندنا الفيس 72 نختار 2 في 8 ب 16 يبقى باقي عندنا خلينا نختار select شيكر دي select هنختار 2 وسكيب هكذا اتنين وست كلام سليم ثم بعد ذلك individual origins و circle المهم الفكرة واضحة لا المفترض ان كان العدد يكون غير كده شوية لان هنا المسافات غير متناسبة لكن المهم الفكرة وضحت جي في الزد او سكيل اولا واكسترود في الزد هكذا طيب هنضيف سموث شيدنج والسب ديفيجن سيرفيس اتس ناو لودنج هنضيف بعد ال هنا لوب كات وهنا لوب كات وهنا لوب كات طيب ده كده مبدئيا الموديل عندنا ده ممكن يكون اكبر في الحجم فسكيل شيفت زد جي في الزد سكيل شيفت زد 1.2 سكيل شيفت زد 1.1 طب لو افترضنا ان عايزين نوصل دي كده كده احنا يعتبر انتهينا من الموديل نتخيل احنا عايزين نطبع ده 3D تمام نطبع طبق فده كده اوبجكت وده اوبجكت لازم عشان نطبع لازم يكون الكونكتد اوبجكت مفيش اي فراغات
ففي حل اول وفي حل تاني. طيب الحل الاول، خلينا نضغط شيفت دي اكس، شيفت دي اكس. طيب وده كده موف ان تراش. على فكرة اسيب اللينك للملف ده في الوصف. طيب اول حل، الحل البسيط يعني، خلينا نشوف ان ده كده ميرورد، هعمل ابلاي للميرور، وهنا الصبيان في السيرفس، الصبيان سيرفس، خلينا نلغيه دلوقتي او نضيف هنا سبدوجين سيرفس في واحد بحيث العدد يكون ملائم، لان هنا عدد الادجز ازيد من عدد الادجز هنا. طيب مبدئيا هقول بولين، ده الحل الابسط، يونين مع هذا الاوبجكت. ده هنضيف له sub division surface و apply، وهنقول union مع هذا الأوبجكت. دي النتيجة الأولى، هيحصل welding في هذه العناصر. فلو ضغطنا apply دي نتيجة عندي عن طريق استخدام، خلينا نشوف هل في اي distance. تمام كده، تمام ده كده جاهز انه يتبع مبدئيا، يعني ده جاهز انه يتبع. دي اول طريقة. ثاني طريقة تبقى اطول شوية، هيكون عن طريق، هشوف هنا عدد الفيرتكس 72، فأنا محتاج هنا عدد فيرتكس هيكون 72 في النقطة دي كده. تمام، فزي ما قلنا احنا محتاجين 72 فيرتكس. طبعا نادر لما بيكون في عناصر بهذا الشكل، فاحنا هضغط apply وهاجي هنا هشوف عدد الفيرتكس في النقطة دي كده كام. ستة واتناشر، هنزود ال segment شوية. أظن كده كافي جدا. نختار نقطة في العنصر هنا وبكنترول بلس. طيب ثلاثة على اليسار وثلاثة على اليمين ثم ديليت فيسز. خلينا نشوف عندنا دلوقتي كام، 44. ديليت فيرتكس عندنا كام، 52. ديليت فيرتكس 60، لازم يكون عندنا 72، فاحنا ممكن نحذف صف من على اليمين وصف من على اليسار. طبعا الطريقة ديت طريقة موديلنج قديمة، لكن نحصل على كلين توبولوجي. خلينا لو حذفنا ده كده ستين، معقول سبعين كده، 72. طيب
بعد كده هنحرك ده كده هنا، عندنا 72 و72. فأولا هنيجي هنا نضغط سيركل، ثم هنجرب الفلات نوت فلاتن، خلينا نشوف ده بسبب السكيل. اكسترود في الزد تو سفير، سكيل شيفت زد، سكيل في الاكس، فلات جي في الزد. نختار الاثنين و بريدج ايدج لوبز، بريدج هو تقريبا عشان الاثنين مش اوبجكت فلازم يضغط جوين، ثم بريدج، ومش هنحتاج هذا العنصر. دي كانت احد الطرق للدمج، طبعا اطول بمراحل، يعني ممكن استهلكت اكتر من 5 دقايق، ولكن كلام سليم جدا. طيب ده كده انتهى درس اليوم، اتمنى يكون هذا الدرس مفيد. طبعا ال 3 دي برينتنج لازم نضغط على فايل اكسبورت على كاز 3 ستيل، وبعد الطبعات بنستقبل او بي جي لكن دوت اس تي ال، ونسيف هذا الملف هنا سيلكشن اونلي، ونسميه وليكن ميكانيكال، ونضغط على اكسبورت. ده كده يكون انتهى درس اليوم، اتمنى يكون هذا الدرس مفيد، والى اللقاء في عدة دروس قادمة.